ابن عمرون يسأل رجل أغضبته زوجته، قال لا أنت طالق طالق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال لا ثلاثا، ويقصد الطلاق ويريد حل. هذه تعد تطليقة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، حتى جاء عمر فقال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر.